اليوم عيد ميلاد اختي وامي جايز اختي وامي جايز امي. اوكي جايز اليوم عندك فيديو كتير بجنن لانه اليوم عيد ميلاد اختي وامي بنفس اليوم بس انا مفكر بتسوي شيء مجنون. وشو بتسوي؟ ما حب يسوي العيد ميلاد عادي، حب يسوي شيء سبيشل واللي هو انه جاب صناديق عشوائيه. في جائزات، في تحديات، وممكن بتفوز، ممكن ما بتفوز. أكيد أنا ما بعرف. جايز آخر شيء بالهالفيديو لأنه عيد ميلاد أمي وأختي أنا عندك أكبر صندوق هدية لأمي وأختي. أي يا جاهز؟ جاهز لكم. أي هذا أول؟ أنا. ليدي لا 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 مصطفى لا تخش. ليديز فيرست. أي بنات أول أوكي؟ اختاري واحد. أنا؟ أوكي. اوكي راح اختار واحد كبير. شوفي ها ممنوع نغش. اوكي راح اختار هاد الصغير. هذا؟ لا 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 الله لا انا راح تتزوج اليوم. بتقول يس؟ نو يس للخاتم بس. اوكي اوكي اول شيء خاتم. دور لينا الحين. لا هون هذا؟ يا شو التراست يو راح تثق فيك. الاخضر و together 1 2 3. ايوه 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 فكر لما جبتهم. واو تفضلي البيشن تبعي تفضلي. بعد ماما بعد بعد 1 2. اوكي جايز طبعا هلا بما انه لين ربحت هذول رح نعمل فيهم سباق والرابح مو رح يعطينا جوائز. رابح 2000 درهم. الله يا مو بس هيك ايزي يا اخي. لا داخل ال يا جماعه الحمد لله. كلكم برا 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 تحدي برا. لا شو بتسوي؟ استراتيجي شوف. يلا شوف. واو استراتيجي. شو هذا شو عم يسووه؟ هلا عندنا السباق رح يكون من هون ممنوع الغش للباص، شايفين الباص الاصفر؟ من هون للباص، يلا جاهزين؟ لا بعد 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 بعد. لا لا كله بالخط بالخط يعني. ممنوع الغش ما بدنا غش. اوكي جايز جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. هلو وين صبا؟ اوكي 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 اول دور مصطفى بتفوز الحين بين البنات. بنات جاهزين؟ ايه. اوكي جايز هذا تحدي الحين بين لانا ولين، اي حدا اسرع؟ واحد اوكي اثنين وين وين غش 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 ثلاثة يلا 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 لين يلا 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 لين لين يلا يلا لين يلا لين يلا لين 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 بس خلص شو سويت؟ لين بتفوز. جايز اوكي مصطفى اول لين اثنين لانا باي باي. جايز دور مصطفى اختار بوكس. يلا بختار يا مصطفى. ليتس جو. هلا يلا بوم بوم. شغال؟ اكيد شغال والله. يلا ايوه ايوه يلا مصطفى. مثل ما شايفين مصطفى ربح الموتور بس الحقيقة فيه موتورين فرح يعمل سباق. أول فايز شو بياخد؟ 2000 درهم. إيه بس الحين
مصطفى بتفوز 2000 من اول دور. ايوه اذا انا بتفوز صفر. انا انا بفكر انا ثقيل. انت ثقيل؟ لا انت مش ثقيل. لا no. لانه هيك مصطفى بتفوز. قاعد مصطفى 50 كيلو انا 100 كيلو. 100 كيلو شوف من هون خالد. اختار واحد. اختار الاسود. يلا يلا افتح افتح يلا. شو هديه؟ ما في بوكس. اوه اوه الكوره. لاني بستاهل. اوكي 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 هير هون انا الاحمر. 1 2 3 شو هذا والله شو هذا غريب. بوكسينج بال يا عفكرة انا كثير قويه فانت رح تنزل. دير بالك يا اخي حتى في البوكس بيتشير. يس يا بعده جيب والله. لا لا اصبر اصبر. اوه شو هذا. كيب جوين. اصبر يلا. لا لا خذي واحد اثنين ثلاثة. شو ماي جاد والله تقيل. افتح 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 افتح. طب لازم اختار واحد ثاني. ما حبيت والله. بدي اختار. اوكي يلا 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 بختار اخضر مره ثانيه. اوكي اوه نايس. اوه مصاري. اوه 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 اوكي جايز شوفوا مين اجى شارك معنا بالفيديو. هابي بيرثدي لانا. اول شيء مصطفى لازم اختار واحد بعدين شير وبعدين سجا. يلا 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 ليتس جو. شو هذا اوه شيت. لا تتحمس مصطفى نار. لا استغفر الله. مجنون والله. انا مصطفى. هاي جايز الحين دور السدر. السدر اختاري واحد. اوكي اوكي راح اختار الاحمر. يا رب سيارة. اوكي يا ربي. السدر اختاري احمر لانه هو البس احمر. ثقيل. أوه. يلا باي شكرا. خلاص بعد ها بتروح. يلا باي يا جماعة اشوفكم بخير. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي حبيبي. والله كل ما حبك شيرو كلهم صاروا يحبوا شيرو. شايفين المصلحة. شيرو افتى واحد. انت دورك. بس لا والله مبين حقيقي يعني صراحة. اوه والله تعرف اوكي جايز لسه عندنا اخر صندوق تقريبا. ما اذا لسه فيه ولا لا بس حفتح هذا الازرق يلي هون. شو هذا؟ اوه ماي جاد جماعه خططت ببالي شغله. اللي ما مشترك بقناه مو فلوج رح رقع على راسه. ليتس جو.
لا قبل ما نفتل اخر صندوق عندك شخص كتير مميزه بالفيديو جايز شيرين جايز من جديد اخذت شهادتي سواقه وكمان مو هداني هديه بما انه نجيت عن سياره جايز مثل ما شايفين في وراي صندوق كتير كبير واللي هو رح يكون صندوق هدية مامي مو انا بتوقع جوا في يا هليكوبتر يا سيارة ممكن يا هليكوبتر ما بعرف بس خلينا نكسر هذا البوكس ونشوف شو فيه جاهزين انا شوفك داخل البوكس سيارة حمراء سيارة حمراء هليكوبتر بيضة يلا بتوقع بايسيكل دراجة سفينة طيارة خضراء اوكي Two. One. Yalla.